السلام عليكم مشاهدينا، طابت أوقاتكم، بكل خير إليكم وجزاء أخبار مؤسسة الشهداء. اللجنة الخاصة بتسمية الشوارع والأزقة بأسماء الشهداء في مؤسسة الشهداء تعقد اجتماعها الثالث في دائرة العلاقات والإعلام. مدير الدائرة ضياء الجابري أوضح أن المؤسسة عزيمة على تسمية الشوارع ومرافق الدولة بأسماء الشهداء كجزء من الوفاء لتضحياتهم الجسيمة. من جانبه أوضح رئيس اللجنة عمار الخالدي أن هذا الاجتماع هو الأخير لوضع اللمسات الأخيرة قبل رفع التوصيات إلى أمانة بغداد وهيئة الحشد للمباشرة بوضع اللافتات التعريفية بكل منطقة. استنادا إلى توجيهات المدير العام في مؤسسة الشهداء أيوب قاسم فيما يخص الانتقال إلى الإجراءات الإلكترونية، قسم بيانات الشهداء والجرحى ينجز تحديث 20,131 اسم شهيد وجريح من منتسبي وزارة الدفاع بعد التنسيق مع الوزارة. القسم دعا ذوي الشهداء والجرحى ممن يجد اسم شهيده أو اسم المصاب في القوائم التي ينشرها مراسلته ليتسنى تحديث بياناتهم وإنجاز ملف وزارة الدفاع بالكامل. بالتنسيق والتعاون مع مديرية شهداء شمال البصرة وبإشراف مدير المديرية عباس الحجاج، المدير العام لشركة نفط البصرة باسم التميمي يتفقد مجموعة من عوائل شهداء الحشد بالتزامن مع ذكرى انطلاق فتوى الجهاد الكفائي. من جانبه قدم الحجاج شكره وتقديره لشركة نفط البصرة متمثلة بالمدير العام لتواصله الدائم ولتقديمه الدعم المستمر لعوائل الشهداء. معاون مدير مديرية شهداء واسط علي محمود يستقبل مدير قسم الرعاية العلمية في مقر المؤسسة حيدر المولى. معاون المدير بيّن أن الزيارة تضمنت محاور عدة أبرزها عمل شعبة الرعاية العلمية والإنجازات المتحققة، مشيرا إلى أن الشعبة حققت نتائج متميزة فيما يتعلق بقبول الطلبة من ذوي الشهداء على مستوى الدراسات الأولية والعليا، وتستعد الآن لاستقبال مخرجات الدراسة الإعدادية. أخيرا مدير مديرية شهداء ديالى فاضل المعموري يناقش جملة من القضايا المتعلقة بمعاملات ذوي الشهداء فيما يخص الأرشفة الورقية والإلكترونية لمعاملات المصابين والشهداء مع قاضي اللجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين في ديالى صالح الكروي. وقد حضر اللقاء مدير هيئة التقاعد الوطنية فرع ديالى حامد الشمري، والذي أكد بدوره على بذل الجهود وإزالة العقبات خدمة لذوي الشهداء في المحافظة. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.